محافظ صلاح الدين يبحث آلية الارتقاء بالواقع التربوي، واهتمام فرنسي وإيطالي بأمن وتاريخ سامراء. السوداني يجدد التزام الحكومة رفض المساس بسيادة العراق، ورئيس المخابرات التركية في بغداد بمهمة أمنية ضد الإرهاب. القضاء يلزم أعضاء مجالس المحافظات أداء القسم أمام رئيس محكمة الاستئناف، واتفاق شيعي على تسمية المحافظين ورئيس البرلمان. الهجرة تلوح لإغلاق مخيمات النزوح في تموز المقبل، وارتفاع البطالة بين الشباب العراق إلى نسبة 35%.